بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. اليوم بإذن الله راح نحل مع بعض بكالوريا، أي التمرين الأول اللي جاء في الموضوع الأولي، بكالوريا 2016 خاص بشعبتي رياضيات وتقني رياضي. ما يمنعش علوم تجريبية باش تتبعوا معنا، مرحبا بكم. نعود، هذا التمرين خاص بشعبتي رياضيات وتقني رياضي، الوحدة الرابعة كيمياء. إذن ها هو نص التمرين، عليه 3.25 نقطة. تحتوي قارورة على محلول الصفر لحمض عضوي أشأ، تركيزه المولي سي صفر. الشطر الأول من السؤال هذا كامل، الشطر الأول جاي من درس، يعني كامل. والأسئلة لهنا درتهم في الفيديوهات الذي يعني اللي حطيتهم غير كامل، كامل ما فيه لا تطبيق عددي ولا كامل. لحظة درك تشوفوا بعيني كامل واش حطينا هنا، جاو في الفيديوهات تاع الدرس. أولا اكتب معادلة انحلال الحمض أشأ في الماء. أولا تعرفوا واش ديروا، ديروا بوز، اقراوا الموضوع كما ديروا بكالوريا، اقرا كومبلي حتى لتحت، حتى هنا الجدول هذا راه كلش باين. اقراو، درتو بوز، خلاص قريتو، ونبداو نجاوبو سؤال بسؤال باش ما نضيعوش الوقت. طلبوا منا كتابة معادلة انحلال الحمض أشأ في الماء، درناها في الدرس عادي جدا. هاي اولا الف معادلة الانحلال، معادلة الانحلال صح، معادلة الانحلال واش هي؟ انحلال الحمض في الماء أشأ اللي هو الحمض مميه أكو زائد الماء H2O سائل، تعطينا أي الأساس المرافق. سؤال سهل جدا جدا، زائد شوارد الهيدرونيوم H3O بلس أكو صح. طيب هذا مكان، هذا السؤال عليه 0.25. فوالا، روحوا للسؤال با. واش قال لك السؤال با؟ قال لك انشئ جدول تقدم لهذا التفاعل، هذا مكان. اذن با جدول تقدم التفاعل، اذن ها هو جدول التقدم. اول حاجه نديروا جدول التقدم، نرسموه، نكتب المعادلة تاعنا أشأ أكو أي مميه زائد الماء H2O سائل، بعد عندنا الحمض الأساس المرافق مميه زائد شوارد الهيدرونيوم H3O بلس مميه، هذا مكان. عندنا بالنسبة لتقدم التفاعل، الحالة الابتدائية تقدم يكون يساوي الصفر، حالة الانتقالية أي عند اللحظة تي، والحالة النهائية إكس فينال، هذا مكان. يعني عندنا في الحالة الابتدائية الحمض عندنا أن صفر، أن صفر معناتها أي تساوي سي صفر في في صح. عندنا الماء دائما نديرو بوفرة ولا بزيادة كما تحب، بوفرة هكذا. عندنا النواتج كان مازال ما تشكلوش في الحالة الابتدائية، في الحالة الانتقالية ان صفر ناقص اكس، ولا دير سي صفر في في ناقص اكس كيما تحب، للزوج صحاح اكس اكس، ومن بعد لتحت كوبي كولي ان صفر ناقص اكس فينال اكس فينال اكس فينال، هذا مكان. ها في خلال ثواني عليه 0.25. فوالا، روحوا للسؤال جيم، اكتب عبارة النسبة النهائية طوفينا لتقدم التفاعل بدلالة البي اش المحلول وسي صفر. درتها في الفيديوهات تاع الدرس كامل، وشرو محطوط احنا درناه عادي، يعني اللي تبعوني صح شوفوا مليح معايا. جيم عبارة نسبة التقدم النهائي
طوفينال بدلالة. زم دائما نقول لكم دائما مشي الهدف برك هو حل التمرين، حل التمرين صوت النتيجة كما صاب الأستاذ أي طرب لا دلال. كين هدف واحد آخر ثاني، هذا صح هدف، كين هدف آخر، كيف تضع الإجابة السليمة بخط واضح في ورقة الإجابة يوم البكالوريا؟ لأنه مشكل عند المصحح، هذا مشكل عند المصحح، راح تغبنه إذا حطيت له خط مخربش هو إذا حالك نقطة ويظلمك. إذن تعلم كيفاش كان يعرف يجاوب بس ما يعرفش كيفاش يحط الإجابة السليمة في ورقة الإجابة يوم البكالوريا. هذه اللي الهدف تاعو منا، وحنا نحلو ونتعلمو منا، وحنا حتى يجي يوم موعد البكالوريا إن شاء الله لكنا من الحيين إن شاء الله. إذن بدلالة pH و C صفر، هذا مكان يعني انطلاقا من طو فينال تساوي إكس فينال على إكس ماكس، ننطلقوا من هذا العبارة. وثاني دائما نقول لكم في الرياضيات ولا في العلوم الفيزيائية سؤال يجيب سؤال، سؤال يجيب سؤال. السؤال اللي قبله قالوا نرسم جدول التقدم، ما قالوا نش إنشاء جدول التقدم هكا لسواد عيونك، لا لا باش تخدم به. إذن من هنا حسب جدول التقدم، حسب جدول التقدم أيوة، واش عندنا؟ عندنا التركيز تاع شوارد الهيدرونيوم عند التوازن الحالة النهائية واش يساوي؟ يساوي إكس فينال على في، معناه هذا أن إكس فينال، لأننا نحوش على هذه صح، إكس فينال واش تساوي؟ تساوي لنا التركيز تاع شوارد الهيدرونيوم أشطر وأو بلوس. أعتذر عن هذا الضجيج اللي راهو فوق راسي، الجار اللي فوقي راهو يدير في أعمال ومن حقه. إذن هذا إذن يساوي 10 قوة ناقص بي أش في V، يعني تركيز تاع شوارد الهيدرونيوم ومع 10 قوة ناقص بي أش. ومنو واش تولينا؟ أتولينا يعني صرنا باللي إكس فينال تساوي 10 قوة ناقص بي أش في V، ونعرفوا باللي إكس ماكس حسب جدول التقدم تساوي سي صفر في في طريبيا. إذن نجول العبارة هذه ونعوضوا، طوفينال تساوي 10 قوة ناقص البي أش في في على سي صفر في في، راحت الفي مع الفي. إذن واش مع الأخر؟ نكتبوا العبارة اللي هي طوفينال تساوي 10 قوة ناقص بي أش على سي صفر، على سي صفر. كين البي أش؟ بي أش مشي هكا بي أش لزوج ماجيسكول، لا لا، بي أش بي مينيسكول والأش ماجيسكول، حرف الكبير بي الحرف الصغير، أش الحرف الكبير، باش نتفهم. سيبو وجدنا العبارة وجدتها خلاص، هاي عندك 0.25 هذا مكان صح. نروحو للسؤال دال عفوا، بيّن أن بي أش المحلول الصفر يعطى بالعبارة هذه، أي بي أش يساوي بي كا أ زائد لوغ طوفينال على واحد ناقص طوفينال. طريب يعني طريبيان طريبيان، نبدأ هنا دال، انتبهوا معايا. دونك هنا منين ننطلق؟ درت لكم في الدرس، فيديوهات الدرس، يعني هنا عبارة بي اش المحلول. لا غير هذه الأسئلة رانا نعاودوا في الدرس، واش درنا في الدرس رانا نعاودوا فيه الآن وخلاص. يعني هنا هذه وشني، هذه درتها لكم أنا الفيديو سميته العلاقة
بين بي اش، وكنت قلت لكم بلي هذو كامل يطيحوا في بكالوريا وبي كا فوالا. هذا مكان كما السنه الماضيه كيف كيف كنت نقول لهم، وبعد كي شفتهم ما تبعونيش حبست. هذا هو كنت نقول لهم، وكنت رايح معاهم نعطي لهم واحد الصوالح يعني في الحلم ما يحلمش بهم يعني، وطيحوا له في البكالوريا يعني. مرات يعني ابري نشوف واش هي الامور اللي يعني ايش راك نقولها لكم، امور يطيحوا من الدرس، واش قريت يطيح لك ما يحطلكش في الباك حاجه خارجه عن الموضوع، روح متهني. ويحطوا دائما على حساب التلميذ المتوسط، الموضوع متوسط صح. هنا منين ننطلقوا؟ ننطلقوا من ثابت الحموضه صح. علاش ننطلقوا من ثابت الحموضه؟ لان العباره اللي طالق بين باللي كذاب العباره بي كا ا بي كا ا. اذا منين تنطلق؟ تنطلق من ثابت الحموضه صح. شوفوا معايا مليح، معليش حملوا معايا تقربي على فوق راسي صح. عندنا كا ثابت الحموضه واش يعطينا؟ ها يعني هنا وين نرجعوا؟ نرجعوا لهذيك المعادله تاع السؤال الاول اللي كتبت، راك كاتبها في السؤال الاول. ثابت الحموضه واش يساوي؟ يساوي الفرق او الجداء النواتج، جداء النواتج اعلى جداء المتفاعلات، والمتفاعلات عندي قصدي زوج يساوي واحد صح. شوف معايا مليح، إذن واش يساوي جداء هذيك او الاساس المرافق في يسمى علاش؟ لانه هنا ثابت الحموضه يساوي ثابت التوازن، وكنت قلت علاش يساوي ثابت التوازن في بعض الحالات. إذن اش 3 او بلس فينال عند توازن على اش طريبيا. هنا هذه العباره اللي كتبتها بتطبيق اللوغاريتم العشري على طرفي هذه المساواه، نجي نحط لوغ من ولوغ من. اذا لوغ كا يساوي لوغ فينال في اش تروى او بلس فينال على اش ا فينال طريبي صح. نجي ندخل الناقص على الطرفين، نضرب الطرفين في الناقص، تولي لي ناقص لوغ كا ا تساوي ناقص لوغ أشتر و تركز تاع أشتر و أو بلس فينال ناقص لوغ تركز تاع الأساس المرافق على التركيز تاع الحمض طريبيا صح. تبعوا معايا مليح، هذا الناقص لوغ كا وشن هو؟ هذا هو البي كا بي كا طريبي. وهذا الناقص لوغ تركيز تاع شوارد الهيدرونيوم في الحاله النهائيه وشنو هو؟ البي اش. اذا نكتبو بي كا بدات تبان الحاله تساوي بي اش ناقص لوغ ا موا أموا فينال على أش أ فينال صح. إحنا واش قالوا لنا؟ شوف مليح، إحنا شوف العبارة اللي طوهنا بي أش يساوي بي كا أ، يعني نقلب العبارة بصح في بلاست هذو كل التراكيز. شو واش عطاو لك الداخل؟ طو فينال على واحد ناقص طو فينال، شو وين حابين نلحقوا صح.
إذا نقلب بالعقلية هنا تولي لي pH تساوي pKa. علاش نقلب بالعقلية؟ لأنه هذه نديها في الطرف الآخر، نديها من هيك تولي لي هكا pH تساوي pKa ناقص log H A موان فينال على H A فينال. فوالا. إذن دوك وين قال لي العقلية راهي الدور هنا، لازم هذه نبدلها. هذه العلاقة نسميها رقم واحد. طيب كنا شفنا سابقا أن طوفينال تساوي إكس فينال على إكس ماكس، معناه تساوي إكس فينال على ماذا؟ على سي صفر في V، ومنه X فينال واش تساوي؟ تساوي طو فينال في C صفر في V. يعني جبت X فينال واش تساوي، وحسب جدول التقدم، حسب جدول التقدم إيه واش عندي؟ عندي التركيز تاع الشوارد، التركيز تاع الأساس المرافق واش يساوي؟ يساوي إكس فينال على في. إكس فينال ها وصبناها، صبناها تساوي طو فينال في سي صفر في في، نعوضها على في، راحت في مع في. إذن تركيز تاع هذا يسمى، رانا وجدنا هذا واش يساوي، تركيز تاع الأساس المرافق صبناه يساوي طو فينال في سي صفر، صح. وكواش مازال لي هذا تركيز تاع الحمض. تركيز تاع الحمض دائما حسب جدول التقدم اش ا فينال يساوي سي صفر، يعني ان صفر ناقص بي ناقص اكس فينال، يعني هي سي صفر في بي ناقص اكس فينال على، لانه التركيز على في. طيب اذا واش يساوي لي؟ نعوض هذه اكس فينال بهذه، وصلت العبارة تاعها. اذا تساوي لي سي صفر في بي ناقص طو فينال في سي صفر في في على في. هنا ما نحذفش في لأنه كاين الناقص، اتونسيون. إذا نخرج سي صفر في في عامل مشترك في البسطة، تولي لي سي صفر في 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 واحد ناقص طو فينال طريبي على في. هنا نقدر نحي في مع في، وبالتالي تركيز تاع الحمض عند التوازن يساوي سي صفر في واحد ناقص طو فينال. النهار اليوم مفرتش، الله يعطينا الصبر وخلاص. نأتي الآن نعوض في العبارة رقم واحد، يعني هذو نعوضهم، هذو زوج، هذا مكان الأولى هاني واش تساوي، والثانية ها واش تساوي، نعوض هذا مكان صح. نجي نعوض، خلي هكا صح. إذن بالتعويض في العبارة رقم واحد، يعني مش قادر كيف يقبل هذا الفيديو والله غير pH يساوي pKa زائد اللوغ، يلزمني نسجل كي حط المارطون سجل لنا طو فينال في سي صفر على سي صفر في واحد ناقص طو فينال. ايوه وحط المارطون انا لاباس، سي صفر تروح مع سي صفر، ومع التالي نتحصلوا على بي اش العبارة اللي قالوا لنا عليها تساوي بي كا ا زائد اللوغ، نجري قبل ما يرفد المارطون، طو فينال على واحد ناقص طو
أو في نار الطريب يعني. فوالا هذه لها 0.75 واحد. الجزء ثانيا لغرض تحديد التركيز الموليسي صفر لهذا الحمض والتعرف على صيغته، نحضر مجموعة محاليل ممددة مختلفة التركيز المولي انطلاقا من محلول الصفر. قياس البي اش لكل محلول سمح برسم بيان الدالة اي بي اش بدلالة لوج طوفينال بدلالة هذه اللي وجدناها صح. ها هو امامك المنحنى الأسئلة. نبدأ بالسؤال ألف وهو كتابة عبارة الدالة الموافقة للمنحنى البياني. لاحظوا هنا أعزائي أن المنحنى سنكبروا الحالة شوية هكا ولا هاوليك أمامك المنحنى. لاحظوا باللي المنحنى هو عبارة عن خط مستقيم لا يمر من المبدأ، إذن العبارة تعود تكون تآلفية، تكون إذا كان يمر من المبدأ العبارة إذا كان هكا من المبدأ عبارة تاعو خطية، أما إذا كان يمر لا يمر من المبدأ العبارة تاعو تآلفية على شكل AX بلس B. يعني لازم أن هنا نحسبه هذاك الـ A ونحسبه هذاك الـ B، يعني الـ A هو معامل توجيه المستقيم صح. إذن أروح نجاوبه الطابلو خلاص. استنى نحطو هكذا ونروحو منين بدينا نروحو منا طريبيا هاك. ثانيا ياودي ستيرو زرقا بستاذ وش بيك. ثانيا ألف طريبيا. إذا قلنا المنحنى عبارة عن مستقيم لا يمر من المبدأ، لا يمر من المبدأ. إذن معادلته تآلفية، قلنا معادلته من الشكل AX plus B، يعني راح تكون PH هي اللي في مكان الإجراك يساوي A log توفينال على واحد ناقص طو فينال زائد بي. صح. هاي الإجراك A X، ها هو ال X بلس بي صح لحد الآن. أنا إذن نجبدو معامل التوجيه وبي نجبدوهم بيانيا. إذن بيانيا الآ واش يساوي معامل التوجيه يساوي الفرق في التراتيب على الفرق في الفواصل، ودرناها في الوحدة الثالثة في الوحدة تاع كهرباء. الفرق دائما الفرق في التراتيب فرق في الفواصل. عاودو نقولو للمنحنى صح. شوف معايا المنحنى مثلا نجي نختار نقطة كيما هنا راهي باينة، إما نختار هذه ولا نختار هذه. هنا راهي إثناني، هذه هنا راهي إثناني، ندي النقطة هذه ولا هذه. شوف أنت وين تساعدك خير، ها ولا مول المرضى ها وحبس أي لبس. ندي النقطة هذه استنى نبينها مليح، هذه هكا والنقطة هذه صح طريب. إذن النقطة هذه طيح لي هنا، طيح لي كي ندير الإسقاط طيح لي هنا، يعني كي ندير الكاروات هذا كارو إثناني زوج كاروات فاصل واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة فاصل ستة، يعني بالكاروات ماشي الإثناني هذه، لأنه هنا في السلم كارو يمثل واحد سنتيمتر يمثل إثناني. احنا دينا زوج كاروات اثنين فاصل ستة، يعني هذه اللي بالأحمر بحسب كاروات زوج كاروات فاصل ستة صح. النقطة الأولى زوج كاروات فاصل ستة، والنقطة الثانية اللي هي هذه زوج كاروات فاصل واحد. أما هنا عندنا الواحد ولا هنا عندنا الصفر صح. أكون فهمتوني وش راني حاب نقول. إذن الفرق في التراتيب هو اثنان فاصل ستة ناقص الاثنان فاصل واحد في الاثنان، لأنه كل كارو يمثل اثنان.
على الفرق في الفواصل واحد وناقص الصفر. إذن 2.6 ناقص 2.1 تعطينا 0.5، في الاثنين تعطينا 1، 1 على 1 إذن أ يساوي 1. أما البي، البي يساوي البي من المنحنى وراها البي، شكون اللي يقول لي وراها البي؟ ها هو البي، البي هو تقاطع المنحنى مع محور التراتيب. البي تقاطع المنحنى مع محور التراتيب يعني 2.1 في الاثنان، 2.1 في الاثنان تعطينا 4.2. نجو واش نديرو؟ نعوضو الأ هنايا والبي لهنا، هذا مكان. إذا بي اش واش يساوي؟ يساوي لوغ طو فينال على 1 ناقص طو فينال زائد، يعني مكان لها نكتبه 1 لأنه الآية زائد 4.2. خلاص هذا مكان، هاي عليها 0.25. طيب نولو عاود نقسم كذا، زدعميتها فوالا، هاي هاي هكا هانا ولينا التمرين تاعنا. صح جيم واش قالونا؟ قال لك حدد النوع الكيميائي الغالب او يعني الصفة الغالبة، الصفة المهيمنة، يعني صفة حمضية او اساسية في محلول للحمض اسقى من اجل طو فينال يساوي 0.7. متفاهمين؟ إذن با ايش مصوتي سؤال يا ودي؟ لا لا يسمحوا لي الله، غالب الحس هذا. با استنتج ثابت الحموضة كألي ثنائية اش أ أموان. صح إذن با قريب صوتي سؤال، با استنتاج ثابت الحموضة، استنتاج ثابت الحموضة كأ للثنائية أشقى أم. طيب صح، هنا كي جبدنا شوفوا مليح هذه وشن هي؟ هذه علاقة بيانية، هذه علاقة بيانية. طيب وكنا جبدنا العلاقة النظرية، وين راهي؟ وهذه جبدناها علاقة نظرية، تشبه لها ولا لا؟ لا صح. واش نجي ندير؟ نجي ندير المطابقة بين العلاقة البيانية والعلاقة النظرية. لاحظ كي ندير المطابقة بين العلاقة البيانية والنظرية، نصيب باللي البي كا ا في بلاصتها كاين 4.2، هي البي، بي كا ا هي بحد ذاتها البي. تفهمنا؟ صح. وين راه ذيك الكتبة؟ هاي وين راهي؟ صح. إذن هنا بمطابقة العلاقة البيانية بالعلاقة النظرية، إيه؟ واش يقول؟ يعني البي كا هاي وين راهي؟ صح. إذن عندنا البي كا احنا طلبوا منا كا ثابت الحموضة، ما تنساوش. إذن هذا معناه أن البي كا يساوي 4.2، ومنه ثابت الحموضة كا يساوي 10 قوة ناقص بي كا، إذن ناقص 4.2. شعر أعطتني، أعطني ذلك الحاسي، أعطتني 6.3 في 10 قوة ناقص 5 بدون وحدة. سيبو هانا جبدنا بيكا، هذه عليها 0.25. الله ينهار اليوم، مش سنديرو هانا صابرين.
نقول له السؤال جيم هو طلبوا منا تحديد النوع الكيميائي الغالب يعني الصفة الغالبة في المحلول للحمض أشقى من أجل طوفينال يساوي 0.7 طيب أيوة إذن واش قلنا جيم إذن هنا مادام طولنا طوفينال واش نجو ندير نعوضو طوفينال في عبارة البي أش إذن بتعويض بتعويض طوفينال في عبارة البي أش نجد ماذا نجد البي أش يساوي بي كا أ يساوي بي كا أ بي كا أ 4.2 زائد لوغ لوغ طوفينال 0.7 على 1 ناقص طوفينال ناقص 0.7 إذن وجدتها 4.6 بي أش صوتو 4.6 هذه كيفاش تدخلها بالحاسبة دير 4.2 زائد اكتب اللوغ افتح قوس دير 0.7 دير تقسيم زيد افتح قوس واحد اخر 1 ناقص 0.7 اغلق القوس واغلق القوس ودير تساوي هذا ما كان ولا دير قال 1 ناقص 0.7 يعني ولا كان عندك شفاهي دير هكا لوغ لوغ 0.7 تقسيم 0.3 وحسب يعني 4.2 زائد اللوغ كذا وحسب هكا دخل هذه العملية في الحاسبة لأنه صح هذه عليها 0.25 دال أعطي قياس البي أش لأحد المحاليل الممددة ب160 مرة عامل التمديد F يساوي 160 انتبه القيمة بي أش أعطى بليتور قياس البي أش لأحد المحاليل الممددة ب160 مرة قيمة تاع البي أش أعطاها لنا يساوي 4.2 طلبوا منك حساب قيمة التركيز المولي يعني هذه قبل التمديد أه؟ قبل التمديد إذن هنا لازم نحسب التركيز المولي عند التمديد ومن بعد باش نحسب التركيز المولي قبل التمديد سؤال جيم وما كملتوش رحت نقرأ في الله غالب يعني راسي دار من هذا الخبيط اللي راه فوق راسي لاحظ البي كا ها وراه 4.2 والبي اش ها واش نلاحظوا له نلاحظوا باللي البي اش اكبر من البي كا اذا نلاحظ ما كملتش السؤال رحت ندير السؤال الاخر ان البي اش اكبر من البي كا واش نستنتج هنا كي يكون البي اش اكبر من البي كا نستنتج ان الصفه الاساسيه هي الغالبه اذا نستنتج ان الصفة الأساسية هي الغالبة وهذه عليها 0.25 طيب نروحوا للسؤال اللي كنت نقرأ فيه قبل السؤال دال كنا قريناه دال هو التركيز المولي صفر التركيز المولي سي صفر صح هنا واش ندير في العبارة اللي عندي نجي نعوض قيمة البي اش في العبارة ونحسب طوفينال هذا مكان يعني نعوض قيمة بي اش اللي مدوها لي ان هنا راني راح نحسب التركيز تاع المحلول الممدد في العبارة في العبارة ونحسب طوفينال صح بي اش يساوي ندير في بلاستو 4.2 طوالي 4.2 يساوي لوغ طوفينال على 1 ناقص طوفينال زائد البي كا زائد 4.2 نص هذا
واش معناه هذا؟ معناه أن تولي لنا هنا الربعة هذه زائد 4.2 تروح من هي تولي 4.2 ناقص 4.2 يصبح عندي لوغ طوفينال على 1 ناقص طوفينال تساوي الصفر، تساوي الصفر صح. هذا الصفر واش هو؟ نعرفه باللي لوغ 1 يساوي الصفر، إذن هنا نقدروا في مكان الصفر نكتبوا لوغ 1 صح. نجو نحو اللوغ هذا كامل نحو من الطرفين، إذن واش تبقى لي؟ تبقى لي طوفينال على 1 ناقص طوفينال تساوي الواحد صح. إذن طوفينال واش تساوي؟ تساوي هذه مضروبة في الواحد صح، ضرب الطرفين تولي طوفينال تساوي واحد ناقص طوفينال، هذه ناقص طوفينال ديال الطرف الآخر تولي زائد، إذن تولي لي 2 طوفينال تساوي الواحد. إذن طوفينال واش تولي؟ 1/2، إذن طوفينال تساوي 0.5 النصف. خلاص كي تلحق لهنا عندك 0.25. طيب نعود نقولوا للسؤال الأول جيم، نعتمد على هذا العبارة حيث طوفينال يساوي 10 قوى ناقص بي اش على سي صفر. نعود نقولوا ليه، إذن اعتمادا على عبارة طوفينال في السؤال، في السؤال 1 جيم عندنا طوفينال تساوي 10 قوى ناقص بي اش على سي، ما ديرش سي صفر. أمنوني ملي جيت سكنت في هذا الباطيمة يعني ما بسبب الوظيفة في ولاية عين دفلة، مدينة عين دفلة بالضبط، والتقربيع فوق راسي ويهدوا ويعودوا ويهدوا ويعودوا، يعني لحسن حظي أنه سكن مؤقت ما بقاش بزاف بإذن الله، ونعود نتبدل الجهة أخرى إن شاء الله حسب مهمة تاعي. أكتشوفوا بنسجل فيديو أمنوني راسي دار، وعلى بالي حتى أنتم راكم تبعوا فيا وجيناكم هذا الصوت، يعني أعتذر سمحوا لي، كاين يا نسجل يا ما نسجلش، ما عنديش حل. واليوم الجمعة رانا صباح لله، هذه الناس هاي في السوق تتسوق وتشري، أنا نسجل لكم في الفيديو. هنا قلت ما نديروش سي صفر، لماذا؟ لأن رانا نحسبه في السي الممدد، في المحلول الممدد، التركيز تاع المحلول الممدد، لأن السي صفر تاع المحلول قبل ما نمدوه بمئة وستين مرة. إذن من هذا العبارة نجبدو باللي سي تساوي 10 قوة ناقص بي اش على طوفينال. طريبي طوفينال حسبناها هاي وراها، فهمتوا علاش حسبناها؟ إذن سي يساوي 10، البي اش عطاوه لنا 4.2 صح، على طوفينال 0.5 تساوي، أنا غير نطلو البلافون وكيخرج عندي هنا، أجستم روح نوجد الوسني وتاع قهوة وخلاص، اللي يهبط عندي يستقهوة ويروح. أي طريب أعطتني 1.26 في الله، همي ضحك وهمي بكي، 10 قوى ناقص 4 مول على الليتر. أروح حتى أنتو ما تستقهوة، مرحبا بكم، جيبوا مرطو مرطو وروحوا. أي إذن الآن واش تحصلنا؟ حصلنا على التركيز المولي بتمديد المحلول. ها صح، كي قمنا مع الاول كان عندنا المحلول التركيز تاعو صفر، اذن تحصلنا نكتبوها خير، نكتبوها باش كل حاجة تكتب احسن، تحصلنا على التركيز المولي سي بتمديد
المحلول يعني السابق ذو التركيز سي صفر اللي طلبوا منا حسابها صح. ها طلع سيدي شو وين راح؟ او حتى اللوجيسيا ثانية احكموا الكلب. هاي سيدي اذا نعرفوا باللي سي صفر التركيز قبل التمديد يساوي عامل معامل التمديد في سي، يساوي ماذا؟ معامل التمديد في سي، معناه سي صفر يساوي معامل التمديد 160 مرة في سي 1.26 في 10 قوة ناقص 4. شحال عطاتني؟ بالطبع لازم التركيز سي صفر يكون أقل من سي باش نتفهموا. إذا شتو أكثر منه هنا موش ممدد، لأن هذا راه ممدد وهذا لا لا اللي كان من قبل صح قبل التمديد. إذا أعطتني إثناني وهذه نتيجة صحيحة في 10 قوة ناقص 2 مول على اللتر. وبقى لي سؤال واحد رحمة ربي 0.25 وحتى هو سكت. على كل حال هو جار إنسان طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الجار هو لا أو ناظ أو عاودوا لي طب الله تحسب بسمعني. ها وش قال السؤال؟ ها سهل جدا جدا، يبين الجدول التالي قيم الثابت بي كا آ لبعض الثنائيات أش آ أبموا، تعرف على الحمض أش آ الموجود في القارورة. أعطاه لك هنا في السطر هذا الحمض صحة، قال لك كل المحاليل مأخوذة عند الدرجة 25 درجة وطاو لك البي كا آ صح. البي كا آ تاع سي أستر و سي أو أش حمض الإيثانويك 4.8 ما تساعدنيش. البي كا آ تاع حمض الميثانويك أش سي أو أو أش 3.8 ما تساعدنيش. البي كا آ تاع حمض البنزويك سي سي أش سانك سي أو أو أش 4.2 هي بالضبط، هي بالضبط اللي وجدناها. إذن وجدنا أن البي كا آ تساوي 4.2. إذن اعتمادا يا ودي اصبر خليني نكمل وطب على الجدول. هيا يبقى هذا السطر نكملو روح نضرب قهوة كحلة بلا شكر على الجدول المعطى. الحمض المعني يا ودي الحمض خيراني لاباس باه ما نغلطش سوا سوا يعني اعتمادا على الجدول المعطى الحمض المعني هو حمض البنزويك. سي سيس اش سانك سي او او اش هذا عليه 0.25. يعني باش نوريكم الطريقة كيفاش نحل البكالوريا السابقة نجيب السوجي نحط السوجي أمامي مطبوع ونحط الحل النموذجي تاع الوزارة. رغم هنا شتم سؤال ألف اثنين ألف ولا منشاء شتم كاش أصلا نساوح صح. نحط الحل النموذجي ونتبع على حسب الحل النموذجي نحل بطريقتي الخاصة يعني طريقة مفصلة وبعد نشوف نقارن النتيجة صحيحة صحيحة أي سيبون وبروشان وهكذا. هذه هي طريقة تاع الحل، نعتمد دائما على الحل النموذجي للوزارة. أعزائي الطلبة إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الحل هذا واستفدتوا من النصائح اللي قدمتهاكم. إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في حل بكالوريا أخرى أترككم أنتم وجاري العزيز في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.